موقف. انا الان من مدرجات ملعب الميناء الاولمبي في محافظه البصره، حيث تجري الاستعدادات منذ الساعات الاولى من الصباح هذا اليوم. يعني لو تشاهدون الان حتى يعني امن الملاعب حقيقه الذين يبذلون جهدا كبيرا، ورايتهم منذ بدايه الصباح لحتى هذه اللحظه وهم يؤدون بعض الممارسات الامنيه من اجل حفظ الامن هنا في داخل الملعب وايضا خارج الملعب، هنالك قوات متواجده هناك. قبل قليل وصل الكابتن عدنان درجال الى الملعب ليتابع عن قرب اهم الاستعدادات الجاريه لملاقاه العراق لشقيقه الكويتي على ارض الميناء الدولي. لذلك حقيقه نجد ان هنالك خليه نحل تعمل منذ الصباح حتى اواخر الليل من اجل ان تكون البصره يعني مدينه بقدر المسؤوليه، وتكون هذه المباراه ناجحه لتكون هي بدايه لمباريات دوليه قادمه. انا اذا اتحدث عن هذا الملعب حقيقه يعني اليوم شاهدنا بان هنالك عمل جاد ل يعني معالجه بعض الملاحظات التي سجلت في المباراه الوديه الاولى ما بين الميناء والكويت الكويتي. نجد ان هنالك يعني عمل وزخم للمتواجدين هنا من اجل معالجه بعض هذه الملاحظات لتظهر يعني ارض الملعب باتم صوره.